الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الخامسة: الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، أي تتوقف قوة الصحة وتمكنها من حسب أو بحسب شروط الصحة نفسها، هل هي متوفرة ولا غير متوفرة؟ فكلما توفرت شروط الصحة كان ذلك أمكن وأقوى للرواية والحديث. أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أي أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. طبعا في بعض العلماء نازعوا في هذا وقالوا بل كان الأولى أن يقال أن أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه أصحاب الكتب الست. بعضهم قال هذا، وحيأتي الرد على هذا الكلام في أثناء الشرح. أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري. ووجه تأخره تأخر مين؟ البخاري. يعني ليه خلينا البخاري في مرتبة بعد اتفاق البخاري ومسلم؟ ووجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، أيهما اللي هو البخاري ومسلم. قال في ناس أو مجموعة من العلماء نازعت في أن المسلم مقدم على البخاري. في زي مين؟ زي مثل المغاربة وابن حزم، طبعا ابن حزم داخل فيه، وأبو علي النيسابوري، وأبو مسلمة القرطبي أو مسلمة بن قاسم القرطبي، كل دول رجحوا مسلم على البخاري. وبعضهم رجح مسلم على البخاري مش عشان أصل الصحة، لكن لأمور أخرى. مثل إيه مثلا؟ قال لك إن مسلم كان أشد تحريا في اللفظ من البخاري. إيه السبب؟ زي ما قلنا قبل كده إن هو صنف الصحيح وأصوله موجودة عنده، يعني ما سمعه من المشايخ وكتبه موجود بجانبه، بعكس البخاري. البخاري كان كثيرا ما يكتب من حفظه، ونقل عنه كما قلنا قبل ذلك أنه قال ربما حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام. فيبقى إذن الأصول ما كانتش معاه، كان يكتب من حفظه، بعكس الإمام مسلم كان يكتب وأصوله بجانبه. وكذلك مشايخه الذين سمع منهم موجودون قريبين منهم، يعني حتى لو في لفظة اختلطت عليه هيروح يسأل الشيخ بتاعه يقول له يا اللفظة دي ايه. لكن البخاري كان كثير الأسفار، فلهذا رجح من رجح مسلم على البخاري لهذه الأمور، لا لأمور ترجع إلى أصل الصحة، لا، إلى هذه الأمور التي تكلمنا فيها. ثم من فرد به مسلم، ثم من فرد به مسلم، يعني يأتي من فرد به مسلم في مرتبة تالية لمن فرد به البخاري. طبعا هذا يتصور أيضا في حديث لم يتعرض له البخاري أصلا. بمعنى
يعني ربما يكون الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري لعلة فيه، يبقى هنا في هذه الحالة نقول إن ما انفرد به مسلم يأتي في مرتبة تالية لمن فرد به البخاري، لكن حديث لم يتعرض له البخاري أصلا، هو البخاري قال إن أنا هأتي في الصحيح بكل ما هو صحيح؟ لا. طيب حديث هو لم يتعرض له ولم يذكره في الصحيح وانفرد به مسلم، هل هنا يأتي من فرد به مسلم في مرتبة تالية لمن فرد به البخاري؟ لا، لأن ممكن يكون حديث انفرد به مسلم ويكون في مرتبة أعلى من أحاديث موجودة في البخاري، صح ولا لا؟ تاني، في حديث انفرد به مسلم ممكن يكون هذا الحديث في مرتبة من الصحة أعلى من أحاديث موجودة في البخاري، صح ولا غلط؟ صح، بدليل إن العلماء قالوا إيه؟ إن صحيح البخاري يقدم ويفضل على صحيح مسلم في الجملة، يعني كل صحيح البخاري مقدم على كل صحيح مسلم، لكن مش معناه إن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم، فيبقى كل بيبقى إيه في بعض الأحاديث في مسلم أكثر صحة من أحاديث في البخاري، يبقى هنا لما يقول ثم من فرد به مسلم ويؤخره عمن فرد به البخاري، ده إيه في حديث يكون إيه البخاري لم يذكره لعلة فيه، واخدين بالكم؟ ثم صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجه واحد منهما، زي الإيه المستخرجات، زي مستخرج الإسماعيلي وأبو عوانة وأبو نعيم وغيرهم. ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما، اتفقوا؟ يعني وجه تأخره عما اتفق إيه بقى؟ المشكلة ما احنا قلنا كده، انت رجعت تاني. فيها إشكال يعني؟ لا لا، احنا خلصنا العبارة دي، خلصناها. لا شك إن الإمام البخاري بشر، نعم كان شديد الحفظ، ويعني بلغ في الحفظ مبلغا شديدا، لكن بأي حال من الأحوال لن يعني يتقدم على من عنده الكتاب بجانبه، وأيهما يكون أشد تثبتا، واحد بيقرأ من الكتاب ولا واحد بيقرأ من حفظه مهما بلغ حفظه؟
لا، اللي بيقرأ من الكتاب. فأكيد اللي بيقرأ من حفظه ده أو بيكتب من حفظه أكيد هيغلط في مرة اتنين تلاتة، بعكس اللي بيكتب من أصوله. فما فيش حد إيه يعني معصوم، وما فيش حد في الدنيا مهما بلغ من درجة الحفظ مش هيغلط حتى ولو مرة أو مرتين يعني، وإلا بقى ده هيبقى خارج عن نطاق البشرية. ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقي الأمة بالقبول له. له دي عايدة على العالمين، تلقي الأمة بالقبول له. له ده اللي هو مين؟ البخاري أو مسلم. فتلقت الأمة بالقبول ما أخرجه البخاري أو مسلم، فيبقى إذن تأخر في المرتبة ما كان على شرطهما. فاللي على شرطهما ده ما تلقتهوش الأمة بالقبول، لم تتلقه الأمة بالقبول، بل تلقت ما في البخاري ومسلم فقط، لكن ما كان على شرطهما لا، فلذلك تأخر في المرتبة. ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. عند غيرهما زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، مستوفى فيه الشروط السابقة. ايه هي الشروط السابقة اللي احنا قلناها؟ ان يرويه راوي ثقة، وأن يكون الإسناد متصلا وليس فيه علة ولا شذوذ. هذه إيه؟ أن يكون مستوفي لهذه الشروط. تنبيهات: الأول، أورد على هذا أقسام، يعني على الصحيح، على أقسام الصحيح في أقسام أخرى. إيه هي؟ قال لك أحدها المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة، أي لا يعتبر فيه عدالة الرواة. احنا قلنا قبل كده إن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، ليس من مباحث الإسناد، لأنه لا يتكلم فيه عن الرواة وعدالته. طب ايه هو المتواتر؟ حد فاكر؟ على الكذب، أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب ده شرط، ايه تاني؟ ما بتذكروش، شفت؟ ما بتذكروش خالص. الشرط الثاني، ها؟ أيوه، أن يكون مستندهم الحس وليس العقل. مستندهم الحس يعني إيه؟ سمعوا، شافوا، وهكذا. ما يكونش مستندهم العقل. العقل يعني إيه؟ احنا كلنا عارفين ان الواحد نصف الاثنين وان الكل اكبر من الجزء، ده شيء عقلي. لا، احنا هنرجع بالعقل دلوقتي. يكون مستندهم الحس، ادي الشرط الثاني. الشرط الثالث، احنا قلنا في الاول ايه؟ ان يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وان يكون هذا العدد موجود في كل طبقة، يكون من مبدئه الى منتهاه.
موجود هذا العدد. الشرط الرابع إفادة العلم لسامعه، أن يفيد العلم لسامعه، يعني إيه؟ مجرد ما يسمعه يتيقن من أنه حدث أو أنه قيل، زي إيه؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه ما يقرب من 100 صحابة، وهذا العدد تقريبا موجود في كل طبقة من طبقاته. طيب، هل المتواتر بنبحث فيه عن الرجال؟ لا، هو يكفي وجود هذا العدد الذي إيه؟ نحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا استحال تواطؤهم على الكذب يبقى احنا مش هندور بقى في الرواية. احنا لماذا نبحث في الرواية؟ لكي نتأكد هل الراوي هذا ثقة أو غير ثقة، هل هذا الراوي يكذب أو لا يكذب. فإذا روى الحديث هذا العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، ليس هناك حاجة إلى أننا نبحث عن عدالة الرواة. واضح؟ المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة، أي عدالة الرواية. والكلام في الصحيح بالتعريف السابق، اللي هو اللي احنا قلنا ايه؟ أن يرويه عدل ثقة عن مثله غير معل ولا شاذ. الثاني المشهور، ايه هو بقى المشهور؟ طيب، في كل طبقة طيب تمام. وكذلك يصير المتواتر مشهورا إذا تخلف الشرط الرابع اللي هو إفادة العلم لسامعه، إذا تخلف هذا الشرط صار الحديث إيه؟ مشهورا. يبقى إيه؟ كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. يبقى ده في عموم وخصوص ايه؟ لا، مطلق. عموم وخصوص مطلق. فاكرين احنا بنفرق العموم والخصوص المطلق والوجه بايه؟ حد فاكر الدوائر؟ العموم والخصوص المطلق ان دايرة صغيرة جوه دايرة كبيرة. العموم والخصوص الوجهي دايرتين داخلين في بعض. حد فاكرها ولا ارسمها لكم تاني؟ فاكرينها؟ في قلم تاني؟ طيب نرسمها ولا عشان الناس تفتكر معانا يعني اللي احنا قلناه؟ في قلم؟ فوق اهو، في شوف. حد يشيل بس البتاع دي كده. لا،
مشهور كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. ده المطلق. اي حاجة فيها عموم وخصوص مطلق ترسم الدائرتين دول دايرة جوه دايرة. العموم والخصوص الواجب بقى هذه دائرة هذه دائرة. العموم والخصوص الواجب ده ايه؟ ده مطلق. عموم وخصوص مطلق ده واجب. زي ايه مثلا؟ الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر يتفق في شيء ويختلف في شيء. يتفق في ايه؟ في الجزء ده بقى كده اللي هم متفقين فيه، في المخالفه. الشاذ خالف والمنكر خالف، يعني هو أفضل منه. الشاذ خالف والمنكر خالف. طب بيختلف في ايه بقى؟ هنا المخالف ثقة وهنا المخالف ضعيف. وضحت؟ بل إيه؟ المتواتر كل ما إيه؟ كل متواتر مشهور وليس كل مشهور إيه؟ متواتر. فبينهما عموم وخصوص مطلق. طيب المشهور قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا. يعني ايه وارد قطعا؟ يعني هو من اقسام الصحيح قطعا. قال وانا متوقف في رتبته. هل هي قبل المتفق عليه ام بعده؟ هل ندخل المشهور ده نخليه قبل المتفق عليه ولا نخليه بعده؟ لكن هو وارد سواء هكذا أو هكذا، هو وارد في الصحيح من أقسام الصحيح. الثالث ما أخرجه الستة. أخرجه الست. في حد عنده لفظ تاني؟ ما أخرجه الستة. في حد عنده لفظ آخر في الكتاب؟ طيب يبقى إيه القسم الثالث؟ ما أخرجه الستة. وإحنا قلنا في الأول إن بعض العلماء قال ينبغي تقديم ما أخرجه الستة أو اتفق عليه الستة على ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأجيب بقى على إيه؟ على الجماعة اللي بيقولوا إن إحنا ينبغي أن نقدم ما أخرجه الستة على ما أخرجه أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة. فشرط الأئمة الأربعة أصحاب السنن إيه؟ دون شرط الصحيحين. فتخرجهم للحديث
وهو أخرجه البخاري ومسلم أصلا، لن يزيد الحديث قوة، لأن هم لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة في كتبهم. يبقى كأن تخريجهم للحديث وقد اتفق عليه البخاري ومسلم كأنه تحصيل حاصل. واضح؟ طيب، الكتب الستة طبعا في بعض العلماء زي الحافظ علاء الدين المغلطاي وغيره ألفوا أو صنفوا في الأحاديث التي اتفق عليها أصحاب الكتب الستة، جمعوا كده الأحاديث التي اتفق عليها أو رواها أصحاب الكتب الستة مجتمعين، وده ممكن أنت تعمله بسهولة، تستخرجه بسهولة. إزاي؟ تجيب الكتاب بتاع الحافظ المزي تحفة الأشراف، وتبص كده في الرموز على كل حديث في الرموز اللي هو كاتبها، فلو حديث فيه الرموز الكتب الستة يبقى إيه، تروح مطلعه على جنب، وهكذا لغاية ما تطلع كل الأحاديث التي أخرجها أصحاب الكتب الستة مجتمعين. فدي إيه، طريقة سهلة، إيه، عن طريق كتاب تحفة الأشراف. قال الزركشي: ويمنع ايه بقى اللي إيه؟ او يمنع، ويمنع اي حاجة، ايه بقى اللي هو يمنع ده بقى؟ الكلام اللي فات ده، انه تخريج اصحاب السنن للحديث وقد اتفق عليه البخاري ومسلم ده تحصيل حاصل، يعني لن يزيد الحديث قوة. فبيقول لا، لأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء. وصحيح أصحاب السنن شروطهم دون شرط البخاري ومسلم، لكن ما فيش مانع إن احنا نرجح بما اتفق عليه أصحاب الكتب الست حتى على ما أخرجه أو اتفق عليه الشيخان. ليه يا سيدنا الإمام؟ قال لك هيضرب مثله لما يفعله الفقهاء كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأبي، وإن كان ابن العم للأم لا يرث. دي إيه؟ مسألة في الميراث. أنا ليا عم واحد أو كذا عم، أكثر من عم، واحد أخو أبي من أبيه وأمه، والآخر أخو أبي من الأب فقط. فالشرع يقول لك إيه في الحالة دي؟ أقدم العم أو ابن العم اللي هو الشقيق، اللي هو يبقى أبوه أخو أبي من أبيه وأمه، على ابن العم للإيه؟ للأبي فقط، اللي هو إيه؟ يبقى عمي ده أخو أبي من الأب فقط. ليه؟ بنقدمه ليه؟ وإحنا أصلا ابن العم للأم لا يرث. يعني أنا هنتصور برضو إن في واحد تالت، عم تالت، هذا العم يبقى أخو أبي من الأم فقط، يبقى ابنه لا يرث. طب أنت ما ورثتش ابن العم للأم، وقدمت ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، عشان هنا في زيادة الأم، قدمته ليه؟ قال لك الشرع قدمه، مع ان الام هنا ملهاش مدخل اصلا. ده احنا في المواريث بنتكلم على الايه، العصبة، العصبة اللي هو الاب او العم، الام ملهاش دخل، ومع ذلك هو قدم ابن العم الشقيق على ابن العم
للأب. فيبقى هنا رجح بما لا مدخل له أو بشيء ليس له تعلق بالمسألة. فيبقى كذلك في هذه المسألة، وإن كان أصحاب الكتب الأربعة أو أصحاب السنن لا يزيد تخريجهم للحديث قوة، إلا إن نحن أيضا نرجح بما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة عما اتفق عليه البخاري ومسلم فقط. واضحة النقطة دي؟ قال العراقي: نعم، يعني كأنه يوافق الإمام الزركشي. ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. يبقى إيه اتفاق أصحاب الكتب الستة هنا؟ إيه معتبر أهو، ونأخذ به عند الترجيح، يعني نرجحه على ما اتفق عليه الشيخان بمفردهما. نعم، واضح؟ أيوه، نعم. لا، احنا مش بنقدمهم على الشيخان، احنا بنقول ما اتفق عليه اصحاب الكتب الست. يقدم على بقى ايه ما اتفق عليه، مش الشيخين فقط، الشيخين او الشيخين وابو داود، الشيخين والنسائي. يبقى إذن ما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة يقدم على غيرهم. واضح؟ هنفترض إن في حديث اتفق عليه الشيخان، ماشي، واختلف أصحاب الكتب الستة فيه، اختلف أصحاب الكتب الستة في هذا الحديث واتفق عليه الشيخان. هذا يأتي في مرتبة أقل في الصحة مما لو اتفق عليه أصحاب الكتب الستة. واضح ولا مش واضحة؟ لأن اجتماع هذا العدد من الأئمة يشعر بقوة هذا الحديث، لأن أصحاب الكتب أصحاب السنن موضوع الأئمة برضو، بل في بعضهم زي الإمام النسائي ضعف رجال في البخاري ومسلم. الإمام النسائي ضعف رجال في البخاري ومسلم، فهؤلاء أئمة كبار برضو، وإن كانت شروطهم في كتبهم أدنى وأقل من شروط البخاري ومسلم. وهنا حتى الإمام الزركشي بيقول إيه: ربما يرجحون بما لا مدخل له في الشيء،
يعني يرجحوا بأمر خارج، أمر خارجي. الرابع ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا، زي بعض العلماء اللي بيعدوا المرسل صحيح، مثلا سيدنا الإمام الشافعي يحتج بالمرسل وفق شروط معينة، كأن يرويه مثلا سعيد بن المسيب في بعض الشروط كده. فبعض العلماء بيعدوا المرسل صحيح من قبيل الصحيح بشروطه. الخامس ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا. في بعض العلماء بيعتبر أو بيسمي الحسن صحيح، زي مين؟ زي الإمام مسلم، زي ابن حبان، كل دول بيسموا الايه الحديث الحسن صحيح، والإمام الحاكم، وأغلب المتقدمين، أكثر المتقدمين يسمون الحسن صحيح. قال شيخ الإسلام: وعلى ذلك يقال ما أخرجه الستة إلا واحدا منهم، وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة. يبقى هذه أقسام أخرى للحديث الصحيح. قسم اللي هو ما أخرجه الستة إلا واحد، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة، زي مين؟ زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهكذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعصر حصرها. ممكن بقى إيه نقعد نعد أقسام أخرى كثيرة جدا. التنبيه الثاني: قد علم مما تقرر أن أصح من صنف في الصحيح، يعني بعد الشيخين، يعني لازم هذا القيد، أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين، ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة. الثلاثة اللي هم مين؟ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة وابن حبان أو والحاكم، يعني ابن خزيمة وابن حبان أو ابن خزيمة والحاكم، ثم ابن حبان والحاكم. طبعا هنا في خطأ صلحوه، وابن حبان أو والحاكم، ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أرى من تعرض لذلك فليتأمل. المرتبة الأولى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إن الثلاثة دول يتفقوا على إخراج الحديث. المرتبة الثانية ابن خزيمة وابن حبان يتفقوا أو يتفقا على إخراج الحديث، أو ابن خزيمة والحاكم. المرتبة اللي بعد كده ثم ابن حبان والحاكم. ثم ابن خزيمة فقط بمفرده يعني. ثم ابن حبان فقط. ثم الحاكم فقط. يبقى الحاكم هو ايه؟ آخر مرتبة. احنا اتكلمنا على مستدرك الحاكم قبل كده، وقلنا ليه العلماء ايه اخروه.
التنبيه الثالث: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني الحديث اللي في درجة أقل قد يعرض له ما يجعله في درجة أعلى، مثل إيه؟ كأن يتفق أي البخاري ومسلم على إخراج حديث غريب، ويخرج مسلم أو يخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا، يبقى في هذه الحالة الحديث الذي انفرد، الحديث المشهور الذي انفرد به مسلم يقدم على الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وهو حديث غريب. ماشي؟ أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، كذلك حديث غريب في البخاري ومسلم وحديث في سنن أبي داود مثلا، ولكنه ورد برواية من الروايات التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد، كالشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا يقدم على ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المفوق اللي هو الأدنى، حديث في مرتبة أدنى يأتي له من العوارض ما يجعله في مرتبة أعلى، زي حديث مثلا زي ما قلت أخرجه أبو داود، أبو داود أعلى ولا ما اتفق عليه الشيخان؟ اتفق عليه الشيخان، يبقى أبو داود في مرتبة أقل، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود مثلا هو بسند قيل فيه أنه من أصح الأسانيد، فهذا الحديث يقدم على حديث اتفق عليه الشيخان وهو حديث غريب، يبقى هذا الأدنى فاق الأعلى لغرض أو لسبب ما عرض له. ولا يقدح ذلك فيما تقدم، تقدم اللي احنا قلنا ايه، تقديم البخاري ومسلم. ليه بقى؟ لأن ذلك باعتبار الإجمال، يعني الأحاديث التي في البخاري تقدم على الأحاديث التي في مسلم باعتبار الإجمال، والأحاديث التي في البخاري ومسلم تقدم مثلا على ما في صحيح ابن خزيمة باعتبار الإجمال، لأن وارد أن يكون في حديث في صحيح ابن خزيمة أعلى في درجات الصحة من حديث موجود في البخاري ومسلم، فكلمنا على البخاري ومسلم من حيث الإجمال، دي نقطة مهمة تخليها في عقلك دائما، إن إحنا ما بنقدمش كل حديث بمفرده في البخاري ومسلم، لا، من حيث الإجمال، وإلا فوارد أن يأتي أحاديث في كتب أخرى مرتبتها في الصحة أعلى من أحاديث في البخاري ومسلم. قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. واضح النقطة دي؟ التنبيه الرابع: فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح. نذكر هذه الأقسام ليه؟ هنفترض أن في حديثين متعارضين، ننظر في كل حديث هو من أي قسم،
من هذه الأقسام التي ذكرنا. فإحنا قدمنا أقسام على أقسام، فننظر هذا الحديث في أي قسم فنقدمه أو نؤخره. الخامس في تحقيق شرط البخاري ومسلم. قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وليس ما قاله بجيد، أي ليس ما قاله ابن طاهر بجيد. لماذا؟ قال لك: لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. أهو زي ما قلنا، النسائي ضعف رجال في البخاري ومسلم، يبقى كأن إن العراقي عايز يقول إن شرط البخاري إن هم يخرجوا الحديث المجمع على ثقة رجاله أمر فيه نظر، لأن بعض هؤلاء الرجال قد ضعفوا، ضعفهم مثلا الإمام النسائي. وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، يعني حين صنف هذا المصنف الصحيح كان كل العلماء بيجمعوا على ثقة هؤلاء الرواة اللذين في الصحيحين، ولا يقدح ذلك في تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. النسائي كان متأخر على البخاري ومسلم، لكن ساعة ما البخاري ومسلم صنفوا الصحيحين كان كل العلماء بيجمعوا على ثقة رجال البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم ساعة ما صنفوا هذين الكتابين قاموا بعرضهما على العلماء زي أبو زرع الرازي وغيره، فأقروهما على ما في كتابيهما. والإمام مسلم بيقول: أنا لما عرضت الصحيح على أبي زرع الرازي وأشار عليه بأن هناك بعض الأحاديث لها علل، فقام الإمام مسلم بحذف هذه الأحاديث وإخراجها من الصحيح. يبقى إذن ساعة التصنيف كان كل العلماء مجمعين على صحة ما في الصحيحين أو صحة الرواة اللذين في الصحيحين. وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر، أي معاصر الإمام النسائي، يعني إمام معاصر الإمام النسائي، أو كان باجتهاده هو، فالجواب ذلك اللي هو إيه؟ بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهم، يبقى الجواب كده إيه؟ متفق. وإن نقله عن متقدم، يعني لو الإمام النسائي نقل تضعيف هؤلاء الرواة عن إمام من المتقدمين قبل البخاري ومسلم أو معاصر للبخاري ومسلم، يبقى إيه؟ كلام العراقي ده إيه؟ في محله. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما. يبقى ممكن نجاوب برضو عن هذا التساؤل بأن ما قاله ابن طاهر بأن شرطهما أن يخرج الحديث المجمع على ثقة رجاله هذا هو الأصل، بمعنى أنهما يعني قد يخرجا عن هذا الأصل في بعض الأحيان، لكن غالب الكتاب هو ما قاله ابن طاهر، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه،
ايه المرجح اللي يقوم مقامه؟ ان يكون الامه تلقته بالقبول، يعني حديث فيه راوي متكلم فيه لكن العلماء والامه تلقاه بالقبول فيخرجه في الصحيحين، او يكون العمل عليه، او يكون مشهورا. فكل هذه الامور تجعل او يعني تجعل البخاري او مسلم ياتي بالحديث في الصحيح وان كان فيه رجل متكلم فيه، اي يخرج عن اصل ما اشترطاه، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه. وقال الحاكم في علوم الحديث: وصف الحديث الصحيح. يبقى هنا بيتكلم عن الحديث الصحيح عموما لا على ما أخرجه البخاري ومسلم، وبيتكلم عن الحديث الصحيح مطلقا. أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان، ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية وله رواة ثقات. يبقى ده إيه؟ الحديث الصحيح بوجه عام. وقال في المدخل، كلامه بقى في المدخل بيتكلم على الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم، ليس الحديث الصحيح بوجه عام. الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. طبعا الحافظ ابن حجر بيقول إن الاعتراض على الحاكم في كلامه هذا في علوم الحديث كان أكثر من الاعتراض عليه في المدخل، يعني ما اعترض عليه الأئمة في كلامه في علوم الحديث كان أشد من اعتراض الأئمة عليه في كلامه في المدخل. لماذا؟ لأن كلامه في علوم الحديث إنه وصف الحديث الصحيح بإنه إيه يرويه الصحابي المشهور بالرواية إلى آخره، يبقى معنى كده إن الحديث الصحيح يعني أفراده ستكون قليلة جدا. لو عدنا الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الوصف هنلاقيها قليلة، لكن كلامه في المدخل يعني عن البخاري ومسلم بعض العلماء أولوه إزاي؟ قالوا إن هو مش قصده إنه يكون إيه؟ أن يروي عنه تابعيان إيه؟ عدلان عن الصحابي، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة له راويان ثقتان. قالوا مش لازم ده يكون يعني في الحديث اللي في الصحيحين، أن يكون له راويان ممكن برا الصحيحين خارج الصحيحين ليس في حديث في كل حديث بعينه في الصحيحين، وإلا مفيش حديث بالصفة دي.
يبقى هو يقصد أن يروي عنه راويان ولو خارج الصحيحين حتى تزول عنه الجهالة. وبيقول في الآخر فإيه كالشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة واحد شهد أمام القاضي على شيء معين، فالقاضي أراد أن يستوثق من هذه الشهادة فيأتي بشاهدين على هذا الشاهد إن شهادته دي شهادة صحيحة، فهنا الحاكم عايز أو يريد أن يقيس الرواية على الشهادة، على الشهادة على الشهادة، فيبقى كل إيه راوي لابد أن يكون إيه يروي عنه راويان. خدين بالكم؟ وطبعا احنا قلنا ايه ان العلماء تأولوا هذا وقالوا ايه مش شرط ان يكون جوه الصحيحين، بل يمكن ان يكون هذا خارج الصحيحين. مقبول الى حد كبير، لان احنا لو مشينا على الكلام ده جوه الصحيحين مش هنلاقي حديث بالطريقة دي ابدا، ان كل صحابي يروي عنه تابعيان وكل تابعي يروي عنه راويان، مش هتلاقي هذا في الصحيحين. وده قاله ابن الإمام ابن حبان، هذا استحالة انك هتلاقيه في الصحيحين، بل ابن حبان بالغ وقال مش هتلاقيه بره الصحيحين كمان. خد بالك؟ فيبقى ايه كأن يعني هذا مراد الحاكم والله أعلم. هذا التأويل لكلام الحاكم ماله بقى؟ لا يستبعد؟ طب ما احنا بنقول هو لا يستبعد فعلا، لا نستبعده، لا نستبعد هذا التأويل. طب تقول هو هذا التأويل، يعني أنت يعني كأنك تريد أن تستبعد هذا التأويل، وإن الحاكم بيقصد أن يكون هذان الراويان داخل الصحيح، صح؟ ده كلامك. فإحنا بنقول إن الكلام ده مستبعد. ليه؟ للواقع. أنت لو فتشت الصحيحين مش هتلاقي فيها أحاديث بهذه الصفة. فقالوا يبقى كأن كلام الحاكم كلام عام عن الرواة بالذات، هو هذا الصحابي وهذا التابع الذي يروي عن الصحابي قد روى عنهما ثقتان آخران ولكن في غير الصحيح، فزال عنهما اسم الجهال. يبقى يعني لا يشترط أن يكون هذان الراويان يرويان عنهما في الصحيح، وهذا هو الواقع، لأنه اسم أو الجهالة بتزول عن الراوي بإيه؟ بأن يروي عنه راويان. محدش قال إنه يروي عنهما راويان في كتاب معين أو في حديث معين، لا، يروي عنهما راويان في المطلق. فكأن هذا هو قصد الحاكم رحمه الله. وهذا التأويل تأوله أيضا مجموعة من العلماء، حتى
يعني نخرج كلام الحاكم على الوجه الايه الصحيح. ابن حجر قال ان الحاكم لا يقصد هذا، وفي برضه ما انا قلت لك ان في علماء قالوا ان هو ده كلام الحاكم. طب بس هو انه اولى ان احنا نؤول كلام الحاكم ونحمله على محمل صحيح، ولا نقول لا هو يقصد هذا وهو غلطان وهو مخطئ؟ الأولى إن احنا نحمله على محمل صحيح. فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو، وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين، وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة، زي حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به علقمة عن عمر، حديث غريبة. وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان، يعني في العموم حتى ولو خارج الصحيحين، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه، مش في كل حديث لابد أن يكون الصحابي يروي عنه تابعيان وكل تابعي يروي عنه راويان، لا يشترط هذا. قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، ده ربما لا تجد أصلا، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان ولو في غير الصحيحين خرج بهما عن حد الجهالة. قال شيخ الإسلام: وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها التعدد، وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها، يريد بالتشبيه بالرواية، يعني لا يريد أن يشبه الرواية بالشهادة في كل أمورها، بل يريد التشبيه في بعض الأمور، زي إيه؟ زي الاتصال واللقاء وغيرهما. وقال أبو عبد الله المواق: ما حمل الغساني، هو هنا الحافظ بيقول ايه؟ هو كلامك صح، بس هو بيقول انه يريد ان يريد التشبيه من في بعض الوجوه لا كلها، فمن بعض الوجوه ايه؟ العدد 2، فهو يريد ان يشبه الروايه بالشهاده في العدد وفي الاتصال واللقاء، ان هم يكونوا شافوا بعض، لا في ايه؟ كل ما يتعلق بالشهادة. اللي هو ايه؟ الايه؟ ما يدخلش فيها، لا. فالحاصل ان هو ايه، زي ما بقول لك، عايز ايه الحافظ بيقول ان الحاكم يريد تشبيه
الرواية بالشهادة في بعض الوجوه لا في كل الوجوه. واضح؟ اللي هي ايه؟ التعدد والاتصال واللقاء. طيب نقرا كلام ابو عبد الله المواق ده وننتهي عنده. وقال ابو عبد الله المواق: ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتابعه عليه قياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك. يعني البخاري ومسلم لم يقول هذا في إيه؟ في كتابيهما أو في مقدمتهما. ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما. فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب، لأن الأمرين معا في كتابيهما. يعني إذا كان الحاكم يريد أن يقول أنما عرفت ذلك من تتبعي واستقرائي لما في الصحيحين فذلك إيه؟ ليس بصواب. ليه؟ قال لأن الأمرين معا في كتابيهما، اللي هو إن الصحابي بيروي عنه تابعيين، والتابعي بيروي عنه، كل تابعي بيروي عنه راويين، وكذلك أن يروي عن الصحابي تابعي واحد ويروي عن التابعي راوي واحد، الاثنين موجودين في الصحيحين، يبقى إيه؟ استقراء أو بحث الإمام الحاكم في الصحيحين إذا كان يقصد به هذا فليس بصواب، لأن الاثنين موجودين. إمتى يبقى كلامه صواب؟ لو إيه؟ كل الأحاديث في الصحيحين لها نفس الشرط اللي هو ذكره، صحابي يروي عنه تابعيين، كل تابعي يروي عنه راويين، ولكن الواقع مش كده، إذن هذا الاستقراء غير صحيح. وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه، هما ما اشترطوش هذا. ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يروي عنه إلا واحد من الرواة مطلقا، لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيحين. يبقى الأكثرية دي هي موجود، قد تكون موجودة ولكن لا تدل على أن ذلك شرط البخاري أو شرط مسلم، فمن إيه؟ ما نجيش ونعممها كما فعل الإمام الحاكم. فاللي يفهم من كلام الحاكم أن كل حديث لابد أن إيه؟ يكون فيه هذه الصفة، وليس هذا بواقع. وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك، لأنهما ما اشترطوش هذا ولم يقولا هذا في كتابيهما مع وجود إخلالهما به، لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليهما، لأن هما لو اشترطوا هذا في الكتابين ثم أخلى به ولم يأتي به كان ذلك إيه؟ فيه انتقاد عليهم إنه اشترط حاجة ولم يأتي بها. لا، هو لم يشترط أصلا، فمن أين أتيت بهذا الكلام يا سيدنا الإمام الحاكم؟ هو ليس لم يشترطاه ولم
يذكر ذلك في كتابيهما أو في أحد كتابيهما. فيبقى هذا الاشتراط أو هذا الإلزام غير مقبول. قال شيخ الإسلام: وهذا مقبول وبحث قوي، يعني كلام جيد، كلام أبو عبد الله المواق. أبو عبد الله المواق من فقهاء المالكية الأندلسيين، فقهاء المغاربة. نتوقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله.